طيب بالتزامن مع مقال إغناطيوس، في أكتر من مقال الحقيقة في الصحف أيضا عن بيان الرئيس المعزول، بيان دكتور محمد مرسي اللي قرأ من محبسه، يعني قرأه طبعا أحد أعضاء الإخوان المسلمين ووجهه للجماعة. في أكتر من زاوية قرأ بها هذا البيان. أولا إذاعة صوت أمريكا شافت رسالة مرسي أنه في مغزى لتوقيت توجيه الرسالة، أنه ده بيتزامن مع انتهاء حالة الطوارئ، يعني في يعني رصدت أنه قد يكون هناك سبب لإخراج الرسالة في الوقت الحالي. أسوشيتد بريس شافته بيان تحريضي على العنف، يعني بيان مرسي تحريض على العنف، وأيضا الجارديان شافت فيه تحريض على العنف. البيان عموما إزاي اتغطى في الصحف بشكل عام، وهل ده في نفس سياق وجهة نظر ديفيد إغناطيوس؟ يعني هنا في البيان الجماعة موجود، مش مختفية ولا حاجة، بتطلع للصورة وأبرزها هذا البيان. أقول أنه احنا بنتكلم عن تغطية الصحف الأجنبية، الأجنبية طبعا بشكل أساسي، عشان بس نبقى حاطين نفسنا في الملعب ده. الجرائد الأجنبية كلها كانت مستنية يوم 4 نوفمبر يوم المحاكمة، وكانت متوقعة محضرة نفسها، بعتت كل مراسلينها في الشرق الأوسط المتجولين ورجعتهم على القاهرة، ومنتظرة يوم يعني يوم الفوضى، يوم فوضى ويوم كرة نار هتشتعل في القاهرة الكبرى وكل محافظات مصر بسبب محاكمة مرسي، وان الاخوان هيعملوا مظاهرات تقدر بالملايين وهيحصل حالة فوضى وعنف. لما البالونة الكبيرة اللي عملتها الصحف العالمية يوم 2 و3 نوفمبر زي ما بيقولوا كده بالمصري اتفشت يوم 4 نوفمبر، حصل احباط للمدرسين الاجانب واكتشفوا الحقيقة اللي بينقلها إغناطيوس في المقال السابق، فابتدوا يتعاملوا مع تحركات الإخوان وبيانات الإخوان بحرص شديد. يعني أنا اكتشفت النهاردة أنه ما فيش ولا جورنان، لا يوجد جورنان أجنبي خد ستوري رسالة مرسي دي اللي هي أول رسالة للرئيس المعزول بعد حبسه وبعد 3 يوليو تقريبا في الصفحة الرئيسية للشرق الأوسط، تعاملوا معاه لانه خبر. كان الخبر الرئيسي بالنسبه لهم عن مصر هو يا اما هو العلاقات المصريه الروسيه، يا اما تغطيه ماذا يمكن ان يحدث في محمد محمود. لو كان في ظروف تانية كان بقى هو المنشط الرئيسي، لو كان قبل يوم 4 نوفمبر كان هيبقى هو التغطيه الرئيسيه عن مصر النهارده. هو ده الفرق، ما حدث في 4 نوفمبر كان كسره شديده للاخوان، لكن كانت كسره اكبر ل الميل اللي كان عند جزء من مراسلين الأجانب للتعاطف مع الإخوان أو لرؤية الإخوان كلاعب رئيسي في المعادلة اللي جاي. وبالتالي تم تغطيتها كخبر، يعني كل التحليلات دي أخبار، وأخبار يعني بتقول إن هو بعت رسالة وبتنقل آراء بعض الناس، وبتشوف إنه مرسي بيحاول يحرض على العنف، ودي تغطية جديدة، وبترى إنه في نوع من أنواع اليأس لدى الجماعة، وظهور الرسالة مع عمل مش هيعمل أي تغيير مهم في المعادلة جوه مصر، وده رؤية جديدة للصحف الأجنبية. أعتقد أن الجميع أدرك أن خريطة الطريق ماشية، وأنها ماشية على مسارها، في مسارها الطبيعي، وسيتم استكمالها. وهنا الفكرة إيه الجزء اللي ممكن ياخده الإخوان في الصفقة اللي جاية، ده اللي ممكن تناقشوا الصحف الأجنبية في الفترة المقبلة. يعني لكن تغطية الرسالة، أنا رأيي أن تغطية الرسالة الإخوان في الصحف الأجنبية كانت محبطة جدا للإخوان المسلمين، بمعنى تغطية الخطاب أو الخطاب الرسالة للجماعة كانت محبطة جدا للإخوان المسلمين، لأنه ما تمش تغطيتها بالطريقة اللي هم عايزينها، ما تمش تغطيتها بمنطق أنه خلينا ندرك أن في جزء من الإخوان المسلمين لما بيجي يتكلموا مع المراسلين الأجانب بيستدعوا نيلسون مانديلا، وبيتعاملوا مع مرسي ان هو نيلسون مانديلا، وبيكلموا الاجانب بلغتهم، لكن الصحفيين الاجانب اكتشفوا مع الوقت انه مش نيلسون مانديلا ولا حاجه، وليس هو البطل الملهم ان الناس هتستنى خطابه. على العكس، يعني انا اعتقد ان رساله للمرشد العام من سجنه هتبقى اكثر تاثيرا على تنظيم الاخوان من رساله من مرسي. يعني شايف انه التحول بقى واضح جدا
للصحف الأجنبية تغطية أخبار الإخوان أو موقفهم أو رأيهم في إمكانية رجوع النظام ده تاني أو إن هم يبقوا جزء من المشهد السياسي، واضح جدا من تغطية الصحف بالظبط، سواء من حجم الأخبار عنهم أو من الأسلوب نفسه في صياغة الأخبار من طريقة تغطية. أعتقد إن إحنا داخلين على مرحلة الأربع أيام اللي جايين الصحف الأجنبية تركز على موضوع رئيسي جانب بجانب العلاقات المصرية الروسية هو أحداث محمد محمود. ماذا يمكن أن يحدث محمد محمود؟ دي التغطية الجاية وليها زوايا كتير بالظبط.